ما هي الطريقة الأفضل للاغتسال من الجنابة؟ طريقة الأفضل للاغتسال من الجنابة هي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، أنه يستنجي أولا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحث الماء على رأسه 3 حفيات مع تخليل شعر رأسه بأصابعه عليه الصلاة والسلام، ثم يفيض الماء على سائر جسده 3 مرات، هذا هو الأفضل والأكمل. ثم يغسل قدميه عليه الصلاة، يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام بعدما يفرغ من الاغتسال. هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النية طبعا تكون سرا، ينوي ثم يسمي، نعم، ثم يغسل كفيه 3، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، إلا أنه يؤخر غسل رجليه، ثم يغتسل بسائر جسده، ثم يغسل رجليه. هذه نعم. صفة إنما الاغتسال الكامل. نعم، متى عمم الماء على جميع بدنه فيجزئ ذلك. هذا المجزي، نعم، المجزي أن ينوي الحدثين، رفع الحدثين الأصغر والأكبر، ثم يفيض الماء على جسمه مرة واحدة، هذا مجزي. نعم، بارك الله فيك.